أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الحصار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لنزوح 1.7 مليون شخص. وشدد خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بالأوضاع في غزة على الحاجة لحماية دولية للمدنيين ضد العدوان وإنهاء إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب. الحصار والقصف اللذان أديا إلى نزوح 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومع التوغل العسكري والهجوم بقوات الاحتلال حولوا غزة إلى جحيم، وتحولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم. وفي ذكرى النكبة يحاولون إتمام هذه المهمة، وبعد النكبة ب75 سنة ينبغي أن تقتنع إسرائيل أنه ما من قوة على وجه الأرض يمكن أن تنتزع الفلسطينيين من فلسطين ولا فلسطين من قلوب الفلسطينيين حيثما كانوا. الشعب الفلسطيني جاء ليبقى، وهم أهل هذه الأرض ومنها، ومصيرهم الحياة عليها في حرية وكرامة.